السلام عليكم، لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. نشر زكريا حدراف لاعب فريق نهضة بركة لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة يرد على اللقطة محسن متولي نجم الرجاء الرياضي الذي رفض مصافحته في المباراة التي جمعت النادي الأخضر أمام الفريق البرتقالي. وقال اللاعب الرجاوي: التسامح والتسامح مش ضعف، والتسامح ليس معناها اللين، والتسامح ليس معناها التنازل، ولكن التسامح مع الله عز وجل حتى ترحم الخلق. يا سلام لما ينغرز وينزع التسامح في قلبك فتعلو على الصغائر وتعلو على المشاكل وتعلو على الخلافات وتعلو على صغائر الأمور لأنها لا تليق بك. فكان أكثر الناس تسامحا من علت قيمته عند الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخلاق والأدب لازم في الحياة، أحبكم في الله بالأدب. وكان حدراف قد حاول مصافحة متولي ومساعدته على النهوض بعدما تسبب في إسقاطه وهو يحاول انتزاع الكرة منها، غير أن الأخير رفض مد يده لمصافحته ونظر إليه نظرة غضب قبل أن ينهض لتنفيذ ضربة الخطأ. وكانت مباراة فريقي نهضة بركان ورجاء الرياضي قد انتهت بهدفين لمثلهما، إذ سجل هدفي الفريق الأخضر عبد الإله الحفيظ في الدقيقتين 82 فيما سجل لفريق نهضة بركان اللاعب عمر النمساوي في الدقيقة 66 ومحسن ياجور في الدقيقة 70.